السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الإكسل هينزل فيه برضه ذكاء صناعي قريب جدا، يعني أول تطوير هيحصل أو أول أبديت هتلاقي الذكاء الصناعي بقى موجود جزء من الأوفيس، لأن مايكروسوفت مشاركة في الأوبن إي آي. لكن حتى هذا الحين ممكن نخش بقى في نقول له هنا مثلا أنت عايز تعمل إيه في الإكسل، مثلا عايز تعمل ماكرو، كيفية عمل مايكرو في الاكسل. تمام، فهيبدأ يديك الخطوات بتاعة عمل الماكرو، بيقول لك افتح ملف الاكسل اللي انت عايزه وروح لقائمة اللي هي بتاعة فيو واختار ماكرو ماكرو، وممكن بقى تقول له بقى ايه فيو ماكرو او ريكورد ماكرو، هتسجل بقى الحاجات اللي انت هتعملها. ممكن نقول له بقى ايه احنا عايزين نعمل واحد جديد، كرييت، وليكن مثلا نسميه اكس اكس، وتقول له كرييت، تمشي بقى على نفس الخطوات اللي هو ايه اللي هيقول لك عليها. تعالى مثلا البرمجة، اكتب ال في بي ايه. طيب ممكن تقول له مثلا اكتب لي كود بالماك، اكتب لي كود بالماكرو مثلا لجمع الأرقام في الإكسل. بلغة Visual Basic Application. فيديك الكود اللي انت هتكتبه على طول. تمام، ومديك الملاحظة بحيث تبقى عارف الكود بيعمل ايه. تمام، في اي حاجة هنا امر مش عارف بيعمل ايه او اتعمل ازاي او كذا، ممكن تروح قايل له اعمل لي اشرح لي الامر دوت. يعني ممكن تقول له insert function، فتلاقي كل الفانكشن ديت ممكن تكون في بعضهم احنا مش عارفينهم ومستحيل تلاقي حد عارفهم كلهم مثلا، فتقول له يعني كده انت معاك كل الكتب. ماذا تفعل دالة AVEDEV في الاكسل؟ تمام، طيب ممكن بقى تقول له ايه كيفية استخدامها. صدقني لو احنا شغالين بالطريقة التقليدية انت بتدور على المعلومة على جوجل وتفتح كذا صفحة لحد ما توصل المعلومة كان بياخد وقت كتير، انما هنا الموضوع بقى احسن كتير. حتى فكرة لما نقول له ترجم الكلام دوت بتلاقي اسهل، او مش محتاج اقول له كيفيه استخدامها، هو جابها لك على طول اهي. تمام، يعني مش محتاج ان انا اسال السؤال دوت. خلينا نساله كيف يمكن عمل الاتمته في الاكسل. طبعا لو انت عايز توقف السؤال ده عشان تاخد السؤال الجديد ممكن تقول له stop generating. بيقولك ممكن تسجل ماكرو، ممكن تبرمج ماكرو، وبيديك أمثلة بسيطة عشان تقدر تعمل الأتمتة. فبيشرح لك ازاي تعمل ماكرو. خلي بالك ان هي نفس الطريقة لكن هو بيصيغها بشكل اخر. يعني
طبعا نفس الكلام ده كله، طريقة الشغل مع الاكسل، مع زي الباوربوينت، زي الوورد، زي كل البرامج. يعني كل البرامج في حاجة انت مش عارفها فبتسأله ازاي اعمل الحاجة دي. لكن لما تكون جوه البرنامج هتكون اسهل بكتير، تعمل سيلكت يروح قايل لك ازاي ممكن الأداة دي ازاي تشتغل بيها وشرح ليها والحاجات دي كلها. والكلام ده موجود حاليا في بعض المواقع، زي مثلا موقع خان اكاديمي، بقى فيه الخاصيه دي. يعني في حاجه انت مش عارفها ممكن تقول له دي جت منين، جت ليه، الحاجات دي كلها. فده بيسهل وقت كتير.